أول مرة بالحلقة الأخيرة الأربعة 28 الشهر 9 إلا ربع على الـ MTV. السيارة مش لعبة، السيارة سلاح. السبوت المؤثر جدا هو لرودز فور لايف، اذا طلال قاسم فان فور بوست اكسيدنت كير، ومعنا بالاستوديو رئيسه هالجمعيه زينه قاسم. اهلا وسهلا فيك. هيدا شغل دار انبوس اللي تنفرجي للشباب انه السياره مثل سلاح، لازم ينتبهوا لها. يعني اذا بسرعه وبصير مثل بدنا نحكي اليوم عن روتس فور لايف يلي انشئت بعد ما صار اكسيدان مع طلال يلي هو انخبص طلال. نعم. هو رايح على المدرسة ونحن من اول ما صار الحادث نعم عملنا تحركنا قويم ومشينا اخر خطوات طلال قدام البيت لنقول انه السبب الأول للموت هو السرعة وعدم المسؤولية المواطن يمكن أكيد، وأنه الدولة لازم تتطلع أكثر لهالمشكل وتحط له حد. ووقتها زياد معالي وزير زياد بارود نزل رادارات بقوة وكثف الأيام الأمنية وقدرنا بتحركنا على 40 يوم وفاة طلال وبإذن استثنائي من دولة الرئيس نبيه بري انه نطلع مشروع القانون. من عملنا اعتصام بباحة قدام البرلمان وقدرنا نطلع هالمشروع القانون من لجنة الأشغال للجان المشتركة. رح شوف كمان فيديو لروتس فور لايف ونرجع. قال ابن 16 عاما تعرض لحادث سير وتوفي العام الماضي في 19 من تشرين الاول. والدة طلال السيدة زينة قاسم وكي تنقذ حياة الشبان الاخرين يتعرضون للتروما او صدمات من جراء الحوادث قررت ومن خلال جمعية رودز فور لايف نقل منهج جديد وهو ادفانس تروما لايف سبورت لتعليم الجراحين واطباء الطوارئ على معالجة المصابين بالحوادث. بدي انا اقدر واوزعه على المستشفيات والطوارئ اللي بيجي اكثر حوادث سير لينعطاهم فرصه ليعيشوا وما يكسر لهم اعاقه دائمه. وقررتوا توزعوا هذا الكورس يعني على كل مستشفيات لبنان؟ المتدربون من أطباء على هذا البرنامج يتعلمون كيفية معالجة الإصابات والحالات الطارئة مستخدمين مجسمات متطورة تشبه شكل الإنسان وجسمه. تصل تكلفة المجسم الواحد إلى 30,000 دولار أمريكي. ما هي حالات التروما أو الصدمات التي ممكن معالجتها؟ الحالات هي جميع أنواع الإصابات. بحدد شوية أمثلة عنهم، بسوى يكون حادث سير اللي هو ببلدنا رقم واحد اللي بيقتل الشباب، أو يكون منصاب برصاصة أو بشظية، أو يكون طالع فيهم لغم أو محروقين. تروما تعني كل الأحداث وشاملة لكل أنواع الأحداث اللي بتجي. محل ما بتطبق المنهج تبع هذا الكورس بتخفف بنسبة الوفيات، بتخفف بنسبة الإعاقة، وبتهتم بالحوادث وبالمريض يلي في عنا شيء اسمه Golden Hour of Trauma، في الساعة الذهبية من لما بينصاب المريض ليمرق ساعة، بهذا لازم تعطيه علاج معين. أهميته أنه الشهادة اللي بتنعطى فيه صالحة بأمريكا وبكل بلدان العالم. ويشارك في التدريب على هذا البرنامج أكثر من 10 أطباء عراقيين وأطباء لبنانيين تخرجوا حديثا. جزء من مسؤولياتنا نحن كتاني سنة تخصص جراحة سنة الجاي أنه نكون نستلم بالإيار، يعني نحن بنكون اول حكيم بيشوف المريض لما يجي على الاي ار. وبتعرفوا بحالات الميجر تروما اللي مثل حادث سياره او شيء من هالنوع كثير مهم انه الحكيم يكون عارف شو عم بيعمل، فكثير مهم نكون نعرف هالمعلومات نحن لما نستقبل مريض بالطوارئ.
تجر الإشارة إلى أن منهج معالجة المصابين موجود في أكثر من 50 دولة في العالم، ولبنان أخذ الحق الحصري من كلية الجراحين في الولايات المتحدة، حيث أثبت أن تطبيق هذا البرنامج من قبل الأطباء يساهم في خفض نسبة الوفيات أو الإعاقة إثر التعرض لأي حادث. إذن موضوع كتير مهم، وبتصور أنه التدريب على هالنوع من الإسعافات رح نحكي عنه بالتفصيل بس بعد هالوقفة. حرب بواخر توليد الكهرباء المستعمل جرائم تولوز كان ممنوعا من السفر إلى الولايات المتحدة. التفاصيل وأخبار متفرقة في نشرة بيروت اليوم في الثانية، كونوا معنا. معنا باستوديو زينة قاسم رئيسة جمعية رودز فور لايف، طلال قاسم فند فور بوست اكسيدنت كير. وبدي ارجع بس نركز مثل ما شفنا على كل حال بروبورتاج جسمانيك عم تحكي زينة، انه الهدف هون اكيد انه ما لازم يكون في سرعه، وبكره اليوم العالمي على كل حال القياده بذوق واخلاق يلي ممكن انه تاثر كثير، يعني يمكن اوقات بيكون في اكيد حوادث قضاء وقدر وما بتكون سبب الذوق والاخلاق، بس اوقات كثير كمان بيكون هيدا هو سببها وعدم مسؤولية. ولكن اهتمامكم انتم كرودز فور لايف حصرتوه بالمصابين، ايه يعني ما بعد الحادث، لانه بانتظار القانون مثل ما قلت، ما بعد الحادث بدنا نهتم بالانقاذ الارواح اللي من ضحايا السير او غيرها، كمان باول ساعات الحادث بالساعه الذهبيه تبع الجولدن اور اوف تروما، لا ينعطاهم فرصة أكبر للنجريت وما يكون عنده يصيبهم إعاقة دائمة. وهيدا عبر ركزنا على تدريب أو تثقيف كل القوى المعنية بالمصابين. شفنا بالروبورتاج الأيو بي كمان منهج تدريب للأطباء. الأيو بي هن أول شيء، أول الناس اللي جابوا من كلية الأمريكا للجراحين هالصف بالادفانس تروما لايف. روز فور لايف رح تجيب هالمنهج لمين؟ كان موجود بالجامعه الامريكيه، ونحن روز فور لايف حط على عاتقه يعطيه ل 130 حكيم على كل الاراضي اللبنانيه، لان كلفه الحكيم 800 دولار. وهلا كتدريب ويجي بيجي الشهاده من امريكا. بس روز فور لايف رح يجيب من كليه الجراحين أمريكا للجراحين الصف الحصري، الصف للمسعفين بري هوسبيتال تروما لايف سبورت كورس، اللي هو رح نجيبه كاروتس فور لايف، ومع بس مش مع الصليب الأحمر، يعني رح نهديه للصليب الأحمر، وكل التدريب رح يكون بمراكزهم. أكيد عم بخففوا علينا شوي الكلفة، لأن عندهم شوي معدات، بس في تدريب العناصر بدنا نبعث على امريكا يتدربوا ويرجعوا يجي هون ويدربوا كل. اذا هون الاسعافات الاوليه، فاذا منا بس كافيه هالساعه الذهبيه، عندها تدريب خاص فيها مختلف عن الاسعافات تروما لايف سبورت، هو تدريب المسعفين على منهج معين بالساعه الذهبيه بوسط لحظه حضور الحادث لمواكبه المريض، ويكون عنده أحسن عناية وأفضل عناية وأسرع عناية لحديث وصوله على الطوارئ. وهون بحب أقول كمان أنه عم نعمل فند ريزنج، كنا لنقدر ندفع حقه هالصف، عملنا تنتان وعملنا الكونسير بالصيف، فند ريزنج إيفنت بزوق مكايل على مدرج الروماني، تقديم من أستاذ نهاد نوفل منشكره، وإجت وقتها السيدة الأولى اللي دائما بتطلع فينا وبتشجعنا وبنشكرها، وهلا رح نعمل ما في مثله شو الروف توب، من روف توب برودكشن اللي الكل بحبه بفتكر، ان كان عادل اما عباس اما رولا، اما اللي بتحط شويه بسمه على وجوهنا وبتحول حتى ال الظروف شوي اللي ثقيله بياخذوها بروح حلوه. وهيدي رح تكون بقصر المؤتمرات
الأربعاء الجاي الساعة 8 ومدام ميرنا المر قدمت لنا مجانا أصل المؤتمر وبنشكرها كثير. وبحب أقول كمان إنه نحن عم نحضر ونخطط لكل هالشيء. دخل معنا مصرف البي ال سي كشريك استراتيجي حب يشاركنا بهالصفوف للمسعفين، وبفضله رح نقدر ندرب حوالي 200 عنصر لحتى يكون اي مصاب باي منطقه يقدر يتعالج يتعامل يقدر كمان المسعف يتعامل مع هالساعه الذهبيه بكل المناطق اللبنانيه موزعين. يعني ايه اكيد. ونحن هلا اصلا صرنا السبت الجاي رح نكون مخرجين 80 حكيم اوريدي، كمان كل صف بيكون بكل مقطع على كل المناطق. واصلا بيقعدوا الحكمة وبيحكوا مع بعضهم كيف مين شو بيجي اكثر نوع اصابه بحسب المنطقه. هيدا يكون سالي اللي عملناه كهديه تخرج للولاد. طلال كان لازم يقدم بكالوريا هذيك السنه، وكان الجيرينو وفوديل هدول الاولاد. واذا هلا نعم هلا متابعين اكيد، وعم نقول انه هالبرنامج التدريبي مكلف جدا وضروري انه يكون في له تمويل. عم بتابعوا التمويل بكل النشاطات اللي شفناها، بس كمان هلا بهالنشاط اللي راح يصير نهار الاربعاء، نهار الاربعاء اللي جاي ما في مثله شو بقصر المؤتمرات. اي ساعه؟ المؤتمرات الساعه 8. والتيكتس؟ التيكتس بفيرجن ميجا ستور. يقدروا يجوا كلهم يضحكوا ويكونوا كمان عم بيساهموا يساعدوا اي مصاب، اما اذا هن لا سمح الله صار لهم شي نهار اذا لا لا يكون في حدا جاهز ليقدر يستفيد من الساعه الذهبيه، لانه الاسعافات الاوليه موجوده والكل جاهزين، خاصه يعني اعضاء الصليب الاحمر دائما جاهزين، ولكن كان مثل ما عم نقول في تدريب خاص لها الساعة الذهبية للاستفادة منها، ويكون في أقل ريسك ممكن على المصاب أنه يتعرض لإصابة دائمة أو أكثر، أو يضلوا عايش وما تصير له أي إعاقة دائمة بعدين. يعني عم تحاولوا يعني المشكلة من جذورها تقدروا، المشكلة الطبية من جذورها تقدروا أنه تلغوها، بس كمان في كمان السرعة وفي كمان في القيادة في القوانين يلي كمان لازم أنه اللي ان شاء الله بعدنا ناطرينه للقانون، وعم يعدونا انه ما بقى مطول، بس غير اقراره لازم كمان تنفيذه والكل يكون واعي انه هيدا شيء كثير مهم. اهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لوجودك معنا. مشاهدينا هلا وقفه ونرجع نتابع.